تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة في إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات، مشيدا بالنجاحات المتتالية التي تحققها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدي بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.